ميساء؟ 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 ميساء شو عم يشعك ميساء؟ يا ماما مشان الله دعي الله! ميساء؟ ميساء انت منيحة؟ ميساء؟ قولي لي شو عم يجعك؟ شو عم يجعك ميساء؟ يا ماما مشان الله ماما! يا ماما مشان الله تعي الحقيني! يا امي! يا لطيف! ولي علي عمتي ان شاء الله؟ لك والله حرام عليك تعملي بحالك هيك. لك ليش؟ واخواتي كمان مو حرام؟ اخواتك؟ اي اخواتي. انا عندي 6 اخوات. اكبر واحد من بيناتهم عمره 10 سنين. الله يرحمهم ابوي وامي. تركوا لي اياهم دين برقبتي. كان لازم اعمل كل شيء. أنا اللي بدي طعمي، وأنا اللي بدي شرب، وأنا اللي بدي لبس، وأنا اللي بدي حمام، وبدي أبعت على المدارس، وبدي درس. وأنا مثل ما لك شايفتيني عاجزة عن كل شيء. خلص خلص لا تتعبي حالك، خلص ارتاحي. ارتاح؟ لو كنتي تشوفينا كيف كنا نتقاسم الخبزة، كيف كانت تنشد من ايد لايد. كل واحد من اخواتي يسال الثاني انت شبعت؟ وهي لسه تكون اللقمه ما وصلت لمعدته وتشوفي كيف كان هدرون من كتر ما لبسوها نهارت بقى تندرس. اوعيهم قعد فيني ارتيا لا عاد فيني ساوي لا شيء. ان شاء الله مفكريني فرحانه اني بدي اروح على الفيلا ونام على تخت نظيف واكل اكل نظيف. لا مالي فرحانه بدوب. بس شو بدي اعمل؟ بدي اعمل اي شيء بالدنيا لحتى هن ياكلوا يشبعوا يفرحوا. الله يفرج عليكي وان شاء الله بيكبروا اخواتك وبيساعدوكي. صدقيني يا أم مطيع أنا عم أحكي من وجعي. تخيلي وقت كنت نزلهم على السوق ويشوفوا هيك الأكلات الطيبة والشغلات الحلوة قلبي من جوا يحترق بالعيد لما كان يشوفوا هالولاد كلياتها عم تفرح وتنبسط وتركب بيها المراجيح وتشتري أكلات طيبة ويطلعوا هيك ويفرحوا. يعني قال كأنه هن اللي عم يركبوا بالمراجيح بيطيروا من الفرح. حاجة حرام عليك. لا مو حرام، مو حرام إذا أنا انفنيت وعاشوا هن، مو حرام إذا أنا انهديت وهن تمتعوا بحياتهم. حاجة حاجة خلص أنا رح وقف معك بساعدك بتربايته. بعرف إنه أنت بنت أصل بس أنا ما بدي منك تساعديني، بدي منك تنصحيني شو أعمل، بدي منك توقفي معي. أنا ما عندي لا أم تنصحني ولا أخت تحتويني. حبيبتي اعتبريني مثل أختك أو أمك. حبيبتي خلاص أنا رح أكون معك على طول وما رح أتركك. إذا شفت الشمس محجوبة بقلب حجاب، وإذا شفت القمر بتنور ناطر على باب، وإذا شفت نهارك بالليل شبك ختيار، وإذا شفت نجومك لدات وضوك محتار يا غير